الخير بديع. مساء الخير. جيت بوقتها تعشرب لك كاس شاي. تعال. اي والله كاسة الشاي بتجي بوقتها كمان. حاكم ريقي نشفان وحلي مطقطق من كثر ما فتلت. شو سمعنا على الخليج؟ اي والله على الخليج. ابقى تذكرنا بس تروح. بلا لك نروح على هنيك، هون الله كافي. اخ يا بديع اخ، جار الزمن علينا، ثلاث نسوان بيهدوا الحيل. طيب انت طلق تنتين وخلي وحده. انا لو بيطلع بايدي بطلقهم كلهم، بس خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. العصمه بايدهم ما هيك؟ فشلوا تكون العصمه بايدهم، بس مو هون القصه. بكمل. انا اذا بدي طلق بدي ادفع نفقه ومؤخر لكل وحده، وامن لها بيت وغيره وغيراته. قلت لحالي لا، خليهم عايشين هون، هديك ابوها بجيب لها قطرميز مكدوس، والثاني امها بتجيب لها شويه برغول، وهي بنتعشى عند خالتها، وهديك بنتغدى عند عمتها، عايشين هيك على بركه الله. اخ عفيف لا تؤاخذني، انا بعرفك بتسرق الكحل من العين، انصب لك شي نصبه، لا تؤاخذني بهالكلمه. ما عاد تزبط، صرت وجه مالوف، اذا بقول للواحد صباح الخير بتفقد جيابه. يعني انت ناوي تنقل نشاطك لهني؟ لا توبي، هالشغلة مو شغلي. ايوه وليش مو شغلة؟ بعالم النصب تتعامل مع نصابين، ودائما في واحد اشطر منك ما بيقنع بجزء من ثروتك اذا ما شفط كل شيء حتى يثبت جدارته. قلت لحالي خليني اشتغل شغلة شريفة مو احسن؟ ليش انت بتعرف تشتغل شغلة شريفة؟ ايه بعرف، محاسب وغزالة فنانة بتشتغل باختصاصها. بدك تشغل مرتك باختصاصها. وانو اختصاص منه؟ بديع ما في داعي نكشف وراء بعض، لساته ملفك بين ايدي. شو قصدك؟ قصدي انه خلي الطابق مستور وعفى الله عما مضى. لا عمي احكي. لا ما بدي احكي، انا ماني خسيس مثلك حتى احكي. لا احكي بعدين، انا خسيس، انا خسيس ولا انا طعم كسره. شوفي 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 خلاص شوفي عفيف. لا يكون تلفون شوفي عدي. لا يلفك ضبع ما يقوم عنك لياك لك. يبعثك خدمة انت وياها عشان تعمل جوزي. يوم هيك اشوف جوزي. يوم العيب بس يقولوا ضرب مرة. لا تضربي بأذيك يا عفانة. عمل لك لا تضربي. روح لشوف. يبعث لك خدمة سوالي كل شيء قدام العالم. تعال هون. العوامات العوامات. فوت قدامي لشوف. طقوا من سنة. فوت فوت لشوف. فوت فوت.